أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابي ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020-2021، وقد بلغ نحو 2.9%. وخلال عرض تقرير حول أداء الاقتصاد خلال اجتماع مجلس الوزراء، أوضحت السعيد بأن العديد من الأنشطة الاقتصادية قد حافظت على معدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري رغم أزمة كورونا، ولافتة إلى أن قناة السويس قد حققت خلال شهر أبريل الماضي الإيراد الشهري الأعلى على الإطلاق في تاريخ القناة بنحو 553.6 مليون دولار. وفيما يتعلق بالقطاع المالي والنقدي، أشارت السعيد إلى تراجع معدل التضخم في شهر أبريل الماضي ليصل إلى 4.4% على أساس سنوي، فيما استمر صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر العاشر على التوالي ليصل بذلك إلى 40.3 مليار دولار في أبريل من عام 2021. للمزيد تنضم إلينا هاتفيا معالي الوزيرة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتورة هالة زايد. أرحب بك معالي الوزيرة في هذه الجولة الإخبارية. دكتورة هالة السعيد، يمكن ما زالت الإنجازات المصرية مستمرة في كل القطاعات وفي كل المجالات، أتحدث عن القطاع الصحي وقطاع الطبي وحتى النقل وكل القطاعات. يعني أهم هذه الرسائل التي خرجت من هذا الاجتماع اليوم اللي ترأسه سيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. مساء الخير على حضرتك. زي ما حضرتك اتفضلتي كده، الهيئة استمر الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث رغم تداعيات أزمة كوفيد-19، ورغم استمرار هذه الأزمة واستمرار الجائحة على مستوى العالم، ورغم استمرار تراجع معدلات الاستثمار ومعدلات التجارة العالمية. وطبعا الوضع بدأ يتحسن ببعض مؤشرات التعافي مع يعني تلقي اللقاحات وبدء فتح أسواق العالمية وبدء فتح أسواق السياحة، ولكن على مستوى العالم طبعا ابتدت في دول تبتدي تتلقى بعض السائحين إليها، فبدأت حركة التعافي عالميا بقدر طبعا محدود، وده كله بيتوقع. احنا لسه برضو يعني زي ما بقول دايما بنشتغل في حالة من عدم اليقين، لانه كل ده بيتوقف على تطور واستمرار الجائحة على مستوى العالم. رغم كده احنا شايفين الاقتصاد المصري يعني في نهاية العام الماضي حقق 3.6، في اول الربع الاول والربع الثاني استمر في ان هو يحقق معدلات نمو موجبة، كانت 2% في الربع الثاني، ارتفعت إلى 2.9% في الربع الثالث. فإحنا مستمرين الحمد لله بفضل جهود كل مؤسسات الدولة أنه نفضل نستمر في معدلات النمو متزايدة وموجبة، رغم أن عدد حاجة عارفة عديد جدا من دول العالم بتحقق يا إما معدلات فيها انكماش بتحقق معدلات نمو سالبة. أهم القطاعات اللي محققة طبعا زيادة مستمرة عندي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عندي قطاع النقل والتخزين، عندي قطاع الزراعة، قطاع الصحة، قطاع التعليم، كل دي قطاعات محققة نمو مستمر ومتزايد. الحاجة المهمة انه في انكماش كان في بعض القطاعات زي قطاع السياحة نتيجة الغلق التام كان او الجزئي للقطاع، وخصوصا النقل الجوي وحركة السياح. كل الانكماش ده بدأ ينحسر وبدأ ينخفض، وبدأنا الحمد لله نشاهد يعني مزيد من السياح، وبدأ حركة التباطؤ والانكماش اللي كانت في قطاع السياحة تنخفض بشكل كبير. الحاجة المهمة انه قناة السويس حققت خلال العام الماضي زيادة رغم الظروف الجائحة، ورغم انخفاض في حركة التجارة الدولية بحدود 40% وفقا لمؤشرات الأنكتات، الا ان احنا الحمد لله نتيجة السيناريوهات اللي تم وضعها وطرح البدائل المختلفة بنلاقي انه مهم نقول ان قناة السويس حققت زيادة 16% في ابريل 2021 عن ايرادات ابريل 2020. مهم ايضا نقول انه عندنا زيادة في حجم الاستثمارات الحكومية، بنتكلم على 164 مليار في التسعة اشهر من شهر يوليو، من شهر يوليو الى شهر مارس، بالمقارنه ب 113 مليار في نفس الفتره، ففي زياده حوالي 45%. فالمؤشرات كلها الحقيقه ايجابيه، بنتكلم على معدل نمو متزايد وموجب في اطار ظروف
كلها بتتسم بعدم اليقين وتراجع معدلات النمو. بنتكلم على معدلات بطالة مستقرة، يعني ده معناه ان معدل النمو اللي اتحقق ده قدر ان هو يوفر معدلات تشغيل، وبنتكلم ايضا على معدلات تضخم منخفضة، يعني في استقرار في المستوى العام للاسعار، ودي كلها طبعا يعني مؤشرات مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد الحقيقي وبالنسبة لاستدامة وجودة معدلات النمو. شيء مهم برضو نتكلم عليه القطاع الخارجي، زي ما كنت بقول لحضرتك في يعني قدر من التعافي النسبي في قطاع السياحة مع تزايد تلقي اللقاحات وفتح الأسواق على مستوى العالم ووجود سياحة داخلية ناشطة ووجود بعض الوافدين من السياحة الخارجية. ولكن برضو مهم نقول أن في زيادة كبيرة في تحولات المصريين في الخارج، والمصريين في الخارج بيدعموا يعني دايما دولتهم ودعموا دايما واقفين جنب مصر، في زياده 10% عن الفتره نفس الفتره من العام السابق، بالاضافه الى ايضا في تعافي نسبي في حجم الاستثمار الاجنبي المباشر عن نفس الفتره من العام الماضي. نعم معالي الوزيرة، يمكن نظرا لهذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع وليس مصر فقط أو مصر بالتحديد، يمكن هناك إشادات دولية بأن مصر حققت يعني مرحلة نمو موجبة كما حضرتك تحدثت، برأيك هذه الظروف الصعبة كيف لمصر أن حافظت على الدفع بعجلة الانتاج الاقتصادي وعجلة التنمية الاقتصادية وفي نفس الوقت الحفاظ على حياة المواطنين؟ بصي حضرتك، طبعا كان قرار أنه يكون هناك توازن بين الحفاظ على صحة المواطن وأخذ كل الإجراءات الاحترازية وتقليل حجم العمالة في كل المؤسسات، وفي نفس الوقت استمرار عجلة الاقتصاد. مصر اقتصاد متنوع، لدينا عدد كبير جدا من القطاعات لديها مرونة، زي قطاع الاتصالات، زي قطاع الزراعة، قطاع النقل قطاع النقل والتخزين، قطاع التشييد والبناء، كل القطاعات دي عندها مرونة وعندها قدرة ان هي تتكيف في وقت الأزمات. فطبعا كان القرار بتاع ان احنا نوازن بين ان احنا نحافظ على صحة المواطن واحنا نستمر في عجلة الاقتصاد، كان قرار حكيم جدا وقدر ان احنا خلينا في هذه الظروف ان احنا نستمر في تحقيق معدلات نمو موجبة. وايضا السياسات اللي اخذتها الدولة المصرية في توازن كبير جدا بين سياساتها المالية والنقدية عشان نقدر نساند القطاعات اللي تضررت من الأزمة ونقف جنبها، يبقى في تأهيل في المستحقات بتاعتها، يبقى في مساندة من البنك المركزي والسياسة النقدية والجهاز المصرفي للقطاعات دي. كل ده الحقيقة كان يعني هام جدا ان احنا يبقى في استمرار بشكل جيد، يبقى في حفاظ على مؤسسات والكيانات الاقتصادية، لان ده طبعا بالنسبة لنا هدف مهم جدا نحافظ على المؤسسات الاقتصادية ان هي تستمر وحافظ على العمالة بتاعتها. وكانت برضو قرارات السيد الرئيس في نوعية دي منحة للعمالة غير منتظمة، وان احنا نبقى بنساند كل المنشآت التي تضررت، سواء تضررت بشكل كلي او كل جزء او بشكل جزئي، لان العماله بتاعتنا هي ثروتنا البشريه ودي بالنسبه لنا امن قومي. فكان مهم جدا ان تبقى في سياسات من الدوله بتحافظ على هذه الكيانات وبتساندها عشان تعدي هذه الازمه الاستثنائيه على مستوى العالم. نعم اشكرك شكرا جزيلا معالي الوزيره، وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه دكتوره هاله السعيد، شكرا جزيلا لحضرتك.